السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. البداية مشاهدينا الكرام من دور الميليشيات في العراق والتحجيم الذي حصل لها مؤخرا وانعكاسات ذلك طبعا على السياسات التالية والخطوات التالية لهذه الميليشيات بعد تحجيم دورها من قبل إيران. ذكر تقرير لمعهد واشنطن أن الميليشيات في العراق تتفرغ حاليا لقمع النشطاء والمعارضين في حملة منسقة ضد حرية التعبير، وبعد انصياعها لتعليمات إيران الصارمة بالتوقف عن مهاجمة القوات الأمريكية. طبعا ذكر التقرير الأمريكي الذي كتبه باللغة الإنجليزية مايكل نايتس وأمير الكعبي المتخصصان بشؤون الميليشيات، فإنه منذ احتجاجات تشرين في العراق في عام 2019 التي قمعت بوحشية، صعدت الميليشيات المتحالفة مع إيران حملتها الوحشية لإسكات أي معارضة في وسائل الإعلام، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة هجمات منسقة على الناشطين في مجال مكافحة الفساد من قبل فصائل إرهابية وميليشيات في السلطة القضائية والبرلمان والحكومة. وتمثلت الحملات الأخيرة بعودة مطاردة الناشطين وزجهم بالسجون وتفعيل الدعاوى الكيدية ضدهم، كما حصل مع الناشط حيدر الحمداني المعروف بين رفاقه باسم حيدر حويجة في مدينة الناصرية بعد أن تم اعتقاله بتهمة كيدية، فضلا عن الحكم على الناشط البصري أحمد مهلهل لمدة 3 سنوات. وبهذا الصدد أدان شباب الناصرية تحديدا من ساحة الحبوبي أدانوا اعتقال رفاقهم حيدر حويجة وأحمد مهلهل في بيان مصور توعدوا فيه الأحزاب أيضا بالتصعيد إذا لم تكف عن ممارساتها القمعية كما يقولون. دعونا نشاهد هذه اللقطات. أحزاب السلطة المجربة للحكم مرة أخرى بدأت بملاحقة الأحرار ممن يتبنون المسؤولية الكاملة لتقويم الوضع الخدمي في مدنهم المنكوبة بدعاوي كيدية تكميما لأفواههم المنتقدة للتقصير الواضح في العمل الإداري للحكومات المحلية، كما الحال في قضية الثائر حيدر الحمداني وابن البصرة أحمد مهلهل، كما أننا نثني على دور القضاء المنصف كما اعتدنا على أنصافنا منه في الكثير من القضايا المرفوعة ضدنا ظلما من شراذم السلطة المقصرة. نطالب بإسقاط الدعاوى الكيدية كافة والإفراج عن المحكومين ظلما، وبنفس الوقت نحذر جميع الشخصيات السياسية والإدارية السابقة واللاحقة من المساس بالأحرار، وإلا إن استمرت شرذمتكم سنكون على موعد معكم كما الذي خلق لكم كابوس وطن وشهدتم لنا به قبل الجميع وجعلناكم فيه أذلاء منبوذين كما الذين لا ناصر لهم ولا معين. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. طبعا بحسب مراقبين للوضع في العراق والشأن العراقي، فإن حملة ملاحقة الناشطين والمتظاهرين تتلقى دعما من رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني من أجل قمع الأصوات المعارضة ورفع قضايا ضد المعلقين الإعلاميين الذين ينتقدونه شخصيا. طبعا كان السوداني هو صاحب الشكوى التي اعتقل على أثرها محمد نعناع المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري بتهمة إهانة رئيس الوزراء على شاشة تلفزيونية، تم إطلاق سراحه فيما بعد إثر ضغوط إعلامية وجماهيرية اتهمت السوداني بقمع حرية التعبير. وفي 26 من شباط ألقت القوات الأمنية القبض على الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي ياسر الجبوري في مطار بغداد الدولي أثناء مغادرته إلى أيرلندا التي يحمل أصلا جنسيتها، وهو متزوج من سيدة أيرلندية ولديه
3 أطفال. كان مكتب رئيس الوزراء هو صاحب الشكوى التي اعتقل على أثرها الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا أنه انتهك القانون في تغريدة تم حذفها لاحقا كشف فيها عن قيام السوداني بتعيين أقاربه في المكاتب الحكومية. وفي 27 من شباط اتخذ محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالإنابة، والذي يرتبط بشكل وثيق مع ميليشيا بدر برئاسة أو بزعامة هادي العامري، اتخذ خطوة مماثلة حيث أمر الدائرة القانونية في البرلمان بمقاضاة أي شخص أو مؤسسة تهين المجلس التشريعي أو أعضائه. في البصرة أيضا نظم متظاهرون في قضاء المدينة مسيرة حاشدة قبل أن يلقي المشاركون فيها بيانا أدانوا فيه الحكم على المتظاهر أحمد مهلهل على خلفية مشاركته بتظاهرات 2018. لنشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي وردت من البصرة. الناس قد مر على مسامعكم حكم المتظاهر أحمد مهلل بالحبس الشديد 3 سنوات بتهمة حرق مبنى محافظة البصرة في ثورة البصرة عام 2018. هذه الثورة التي أنعشت البصرة وجعلتها مليئة بالمشاريع بعدما كانت محافظة فقيرة رغم ثروتها، وبعد أن عجز كل السياسيين فيها من جلب موازنة بحجم المحافظة استطاعت ثورة البصرة تحقيق ذلك وجلبت أكثر من 9 تريليون دينار. إلى هذا اليوم يدفع المحتجين فيها الثمن، وآخره سجن أحمد مهلهل، رغم أن الحكومة السابقة قد أسقطت جميع التهم والدعاوي على المتظاهرين على أن السلطة شاءت غير ذلك، إذ أننا وباسم الاحتجاج في البصرة نستنكر مواقف حكومة البصرة التعسفية المتمثلة بمحافظ البصرة أسعد العيداني باتجاه المحتجين في البصرة وكل الدعاوي الكيدية على المتظاهر أحمد مهلهل. في الوقت نفسه نلتمس عدالة القضاء بالتمييز لأحمد وتبرئته من التهم التي هو بريء منها كبراءة الذئب من دم يوسف. كذلك نستنكر ما تعرض له شباب محافظة ذي قار وآخره اعتقال المتظاهر حيدر حريجي. الحرية لأحمد حسين مهلهل، الحرية لحيدر حريجي، عاش العراق، عاش العراق. مشاهدينا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. أبو سجاد يقول: أين القضاء الذي يسمى أو الذي يسمى النزيه؟ لماذا هذه الدعاوى الكيدية تطارد كل الشباب الوطنيين؟ أين الشرفاء في عراقنا العزيز؟ هل هذه الطريقة يبنى بها المجتمع؟ هل أصبح القانون فخا للذين يطالبون بحقوقهم؟ السؤال فقط للشرفاء. تعليق من أبو عادل يقول: الغريب في هذا البلد هو إصدار الأحكام على الشباب العراقي المطالب بحقوقه وحسب الدستور، وتغض النظر عن حيتان الفساد بالرغم من وجود الأدلة لإدانتهم. تعليق من عمار يقول: غوغاء الأمس، ومن كان يقتل بالناس ويفجر بحجة المعارضة اليوم يحكم العراق، ايش تتوقع منهم؟ المهندس أركان الدفاعي يقول: هذا الوطن القانون فيه ينفذ وبأقصى العقوبات على المواطن الفقير، بينما السارق والمفسد الحقيقي يحابى ويفصل عليه قانون خاص، وأخيرا القانون ينفذ على الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة. اللهم انتقم لنا من الظالمين واخسف بهم الأرض. مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. كالله. عليكم. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أستاذ العزيز، حياك الله أبو عبد الله. إذا مشغل التلفزيون بس نص الصوت حتى لا يصير أكو صدى. لا ما عندي تلفزيون أستاذ العزيز. فضل. ما عندي تلفزيون أستاذي برا. نعم. برا ما أخذ تلفزيون. تفضل يعني. تفضل أبو عبد الله. العزيز هذا الناشط من حكمه 3 سنين. نعم. من حكمه 3 سنين. كود أن داعب حقه لفقولة تيمة بين حرق المحافظة. نعم. مجلس محافظة. صحيح. زين هذا مدني لفقولة تهمة حرق مجلس محافظة. يعني أنا العدد شوياك، أنا العدد شوياك. نعم. إذا وجه رسالتي من قناتكم، من قناتكم المؤثرة وقناتكم الكريمة، إذا وجه سؤالي الوزير الداخلية، يعني من جال فوجة تكتيكي مع صلاح الدين وحرق لي يوم 9/6/2023 حرق لي مرشة ب30 مليون. نعم. منتسب مستهتر حيش سامع مع احترامات للمنتسبين الزينين.
والطيبين. نعم. ومنتسب من حرقلي مرشح ب 30 مليون. اداعي حقي اروح يقول لي ايه اليوم باكر، ايه اليوم باكر. اروح على دائره الشؤون، ابو الشؤون تدري ايش يقول لي؟ تقدر تجيب لنا اسماء المنتسبين؟ يعني قلت له اني شنو اني دوله اجيب لك اسماء المنتسبين؟ انا مواطن عادي. يعني انا هذا طالب بحقي ما ينطوني حقي. نعم. يعني لو شغله صايره ما عندي بادره ما عندي كان هم لفقوا لي تهمه مثل هذا المهلهل ما يسموه. نعم. كان همه ثاني بس يجي نور. تروح على القاضي يقول لك اشتكي مو عيب. يعني قلت له انا عاد اشتكي بس انت ما حتلبي لي طلبي. نعم. ابو عبد الله يعني الرد يمكن على اللي تفضلت به هو التصريح اللي خرج على لسان او صدر على لسان هادي العامري في لقاء تلفزيوني، قال فيه بانه احنا القضاء والاحزاب تحرك للقضاء تضغط عليه، اللي القاضي اللي ابن امه بالضبط بالنص ابن امه اللي ما يتهدد اليوم في العراق من القضاة. طيب اذا كان القضاء باعتراف احد القيادات السياسية الموجودة في العراق زعماء الأحزاب الموجودين، يقول إحنا الأحزاب نحرك القضاء كيفما نشاء، شفنا الحكم حيكون ضد مصالحنا نضغط إن كان بالتهديد أو إن كان بالترغيب عن طريق شراء الذمم وغيرها ونغير الحكم لصالحنا لصالح هذه الأحزاب. إذن بالنهاية كيف يمكن للإنسان أن يحصل على حقه في هذا البلد قانونياً؟ ما يحصل كل شيء بهذا البلد، ما يحصل كل شيء بهذا البلد استاذ العزيز. استاذ العزيز ما يحصل كل شيء. والقاضي هذا ماكو لو يروح يفشل شعبه طابوقه ولا يظلم بشر. هذا مو قضاء. طيب اليوم يا ابو عبد الله في ظل اذا وصولنا الى طريق مسدود مع وصول المواطن العراقي الى طريق مسدود مع القضاء، كيف يمكن للانسان الذي يعيش في العراق أن يحصل على حقه يعني شنو هي الوسائل؟ ما هي الوسائل التي يمتلكها المواطن العراقي للحصول على حقوقه اليوم؟ يحط عينه بعين الله. ما يحصل كل شيء من هذا القضاء. وأنا طارشك لأن أنا صارت عندي مو مشكلة مشكلتين. روح يما القاضي من تحكي يقول لك راسا أسجنك أوقفك، شنو تسجني توقفني؟ أنا راعي عندك، أنت قاضي حتمثل القانون غير. نعم. والقاضي أحلى السلطة. المفروض أنت خلي مخافة أول قدام عينك. يعني يا أما تنتمي إلى 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 عشيرة ذات قوة مسلحة، يا أما تنتمي إلى حزب لديه ذراع مسلح حتى تقدر تشعر بالأمان وحقوقك تكون مصانة في العراق اليوم. صحيح حكيك صحيح. وهاي أكو موجودة فيها، عندنا كل شيء فيها موجودة صحيح. وعاد تمشي باسم الأحزاب وباسم السلطة وباسم الميليشيات تمشي وتحشي. والدعوه مالته موجوده كامله. يعني الدعوه انا من فوق لك دعوه على مزاجي بس انزل بها عدد وتاريخ. طيب بعد اذا لقوك في سجن الحوت مع احترامات شخصك يجوا يلقوك. اما ما يلقوك خلاص يصفي علي المي. تمام. وصارت مو واحد واثنين وثلاثه وعشره. اشكرك شكرا جزيلا سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، وصلت الفكره. ننتقل إلى الموضوع الثاني مشاهدينا الكرام. في ذروة اكتظاظ السيارات عند تقاطعات العاصمة العراقية بغداد، تتوقف الحركة والحياة عند وصول موكب تابع لإحدى الشخصيات السياسية المتنفذة في الحكومة. فالمسؤول الذي يمر عبر هذه التقاطعات أو الشوارع المزدحمة في العاصمة العراقية بغداد، لا سيما القريبة من المباني الحكومية في المنطقة الخضراء، عادة ما يسارع فريق خاص لحماية هذه الشخصية من أجل فتح الطريق أمامه، فضلا عن مسارعة دوريات النجدة والمرور إلى قطع الطرق أمام السيارات، مما يثير غضب العراقيين من هذه التصرفات المستمرة. هذا ما حصل في حالة تم رصدها ووثقها مواطن عراقي من بغداد وسط تساؤلات عن أهمية هذه الإجراءات وجدواها بالنسبة للمسؤولين. خلونا نشوف اللقطات التي تم رصدها عن طريق أحد المواطنين العراقيين في بغداد لنشاهد هذه اللقطات. جاي يصير بالعراق، أقول جاي يصير بالعراق، مرور يقطع القناة على مود شخصية راح تفوت منها كرتونية حتى الكعبة ما تقبل. الله ما يقبل يا محمد سامي. 2024 شهر الثالث في واحد
ترى الله بيرضى عمي. يعني شنو مثلا هو مو بشر واحنا مو بشر؟ يعني الله خالقه واحد واحنا خالقنا واحد؟ الى متى هيك راح نضل؟ الى متى راح نضل جهله؟ نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. بالرغم من توجيه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري فور استلامه المنصب توجيهه لمديرية المرور بتوفير انسيابية في الشوارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية ومواكب المسؤولين، إلا أن هذا التوجيه لم يتم العمل به وبقي طي الإهمال من دون أي تطبيق، وكأنه كان لغاية الاستهلاك الإعلامي كما يصفه العراقيون. ففي السياق الآتي والمقطع الآتي أظهر مقطع مصور تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي موكبا لسيارات فارهة من نوع جي كلاس مرسيدس، وهي تسير برفقة عجلات عسكرية تمنع تجاوز السيارات الأخرى للموكب، بل وتهدد من يحاول تجاوز الموكب بالسلاح، وكأنه مشهد سينمائي لزعماء المافيات كما يظهر في الأفلام أو كما تشاهدون في بعض الأفلام. هذا الأمر وهذه اللقطات أثارت غضب العراقيين. لنشاهد. أنا أول مرة أشوف رتل كل جي كلاسات. ليه يخلون سيارة تعبرهم؟ ليه يخلون سيارة تعبرهم؟ يهددون هذا يريد يرمي بال، هذا يريد يرمي، هذا يريد يرمي، يريد يرمي علينا باله، هذا يريد يرمي، خله يرمي، يلا لا يخلون عقل الناس ولا يخلون الناس تعبر. الله يرضاها رئيس الوزراء يرضاها. نستعرض التعليقات على هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. هيثم يقول: مع الأسف الشديد على هكذا تصرفات، استعراض عضلات واستخفاف بالقانون وأرواح المواطنين. تعليق من محمود يقول: ظاهرة كثيفة جدا مع الأسف، هذه الحركات تدل على ضعف القانون، المفروض الكل يتطبق عليه القانون. عندنا تعليق من محمد السعدي يقول: السياقة فن وذوق وأخلاق، هذا اللي ندري به إحنا، ثم الشارع مو ملك لصاحب الرتل، الشارع ملك للجميع. إذا هل قد تخاف وما تقدر تحمي نفسك إلا تسد الشارع، والله العظيم ما تصير بأي منصب. يعني هاي التصرفات تكرهك بالحكومة. سلام يقول: إذا وزير الداخلية جايبين الأحزاب، منو يأخذ حق المواطن؟ هكذا يرى سلام. ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر ضمن الفقرة الأولى، إلى هيمنة الميليشيات وسطوتها وتناحرها والذي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي في العراق، حيث أظهرت صور متداولة تهديد شخص من قبل مجموعة تابعة لسرايا السلام، ميليشيا السرايا التابعة للتيار الصدري، بذريعة الانتماء لميليشيا العصائب، وبتهمة تمزيق صور الصدر بطريقة مهينة. طبعا تم الاعتداء على هذا الشخص بطريقة بعيدة عن القانون، وهددوه أيضا بالسلاح. هذا إذا ما سلمنا بوجود رمزية وهالة معينة من القدسية تحول دون تمزيق صور الصدر. طبعا طريقة إرغام المواطن أثارت غضب العراقيين وأثارت كذلك جملة من التساؤلات. إذا كان هذا الشخص بالفعل ينتمي لميليشيا العصائب وتم التعامل معه بهذه الطريقة بالرغم من وجود جهة مسلحة تتبناه وتقف خلفه، فكيف سيكون التعامل إذن مع المواطن البسيط
والمواطن الذي ينتمي إلى طائفة أخرى أو دين آخر. لكم أن تتخيلوا حجم الفوضى، هكذا يقول العراقيون. دعونا نشاهد. وين الداوم بالعصائب؟ أسئلة تجاوبني قسما بالتسعين أبا عبد الله أطقك مثل ما أطق الكلب بالشارع. وين على أبوك يا أبو قيس يا أبو كل كس اللي يتكلموا عميل وإيران، افتهمت له؟ لا يلا نظر التف والدور راسك أفشة. رسول محمد شقت صورة مال السيد هاي عندنا شنو هو؟ العراق احترق اليوم حجي ما حد يتجرب زين؟ لا انتم تتجربون يضرب بالخط لحد يصور شلون مجرب؟ انا بريك يا باشا على مود تكون عندك بينه احنا مو جبنا انا تكتب شو جوا الصوره وشو جوا وقتي انا ما واصل يمها ولك شو اسمك انت؟ فيصل شلوب شو اسمك؟ فيصل ثلاثي فيصل شلوب شنين؟ وين تداوم؟ بالعصائب بالعصائب؟ خوش ليش يشق الصوره مال السيد؟ ليش يشق الصوره مال السيد؟ شو نسوي لكم احنا؟ ها؟ شو نسوي لكم؟ بس اريد نعرف انتم تشقون الصوره مال السيد، احنا شنو اللي مسوي لكم اياه؟ شيء ولاءنا للعراق؟ بطل يسوي شيء والله. ناس انتم تبعيه ايرانيين كلاب حش السامع. والله روح في دولك. زين؟ فاذا انت اذا انتم مسيئين وهاي شقه الصوره مال السيد، ان شاء الله نعلمكم عليها. ويجي اليوم اللي نحاسبكم عليها يجي يوم اللي نحاسبكم عليها افتهمت له؟ لا 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 يجي يوم نحاسبكم عليها. ما حد يجرب تشقون الصورة مال السيد اللي هو تاج راسكم. طبعا تلاحظون مشاهدينا الكرام تعابير الخوف التي تظهر على وجه هذا الشخص. ظهر هو في مقطع آخر سنشاهده بعد لحظات يفسر ما جرى ويشرح بعد أن هدأ وأطمأن على نفسه وحياته في بيته. طبعا بعد تداول هذه اللقطات خرج هذا الشخص بمقطع ناشد فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإنصافه وحمايته بعد تعرضه لإهانة وتهديد من قبل أتباع الصدر، مؤكدا أنه شخص مدني لا علاقة له بأي جهة، والهويات التعريفية التي بحوزته هي قديمة، وهو حاليا يعمل في إدارة مولدة كهربائية، وأن من قام بالتهجم عليهم أفراد يستقلون سيارة تابعة إلى التيار الصدري، يستقون أيضا باسم التيار ويفرضون الإتاوات على مواطنين عراقيين. هذا الشخص هو كان فعلا عضوا وتابعا لميليشيا العصائب، لكنه ترك الانتماء للعصائب وتفرغ للحياة المدنية، والآن يعمل صاحبا لمولدة كهربائية ويعتاش على هذه يسترزق من هذه المولدة. دعونا نستمع إلى ماذا قال، وهذا الموضوع وهذا المقطع والحديث الذي سيصدر منه طبعا يبين كما يقول عراقيون الحال الذي وصل إليه هذا البلد، إذ يلجأ من يعتدى عليه إلى زعيم ميليشيا من دون أن يتوجه إلى القانون من أجل حمايته. دعونا نشاهد. سيدنا أنا أشتغل بمولدة صار 8 سنين، العالم تعرفني وشنو أخلاقي. يعني طلعت من المولدة رايح لبيتنا بالليل، تعرضت لسيارة توها، الشخص نزل من عندها اسمه ميلاد ويا شخص ثاني سيدنا، فتشوا دراجة مالتي اخذوني الموقع المكان اللي مشقوقة به الصورة. انت شاق الصورة؟ قلت لهم عمي اذا انا شاق الصورة واذا انا واصل يم الصورة اعطوني دليل كاميرات انه انا شاق الصورة واصل يمها، وشهرت سيدنا قدام العالم وقعدت من شغلي وانا بصفحة وبيتنا وواحد بصفحة وجهالي بصفحة. زين سيدنا انا حلفك بشيبه محمد الصدر، حلفك بشيبه محمد الصدر تنظر الى امري وتاخذ لي حقي. شهروا علي بالسلاح وبالتهديد وخلوني اصور قوه خلوني اصور. وللعلم من لقوا الباجات قديمه. زين انا كنت قبيل بتنظيمات المدني والعصائب 2018 تركتها واتجهت الشغلي، اتجهت الشغل بالمولده. زين وسات اروح من البيت واجي، اخذوني قوه يوم المكان سيدنا ودوني لمركز مال الشرطه، والمركز مال الشرطه براني قالوا عندكم دليل عليه؟ قالوا لا ما عندنا دليل عليه. اشفتوه بالكاميرات؟ قالوا لا. خلوني تحت تهديد السلاح وخلوا المسدس براسي يقول لي ايش تحكي؟ ايش نقول لك؟ تنفذ. شو نقول لك؟ مثل حيدر غازي اللي خلى المسدس براسه وقال لي شت 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 اللي اقول لك تنفذ. نتابع التعليقات على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. عبود يقول المفروض يشرعون قانون لحماية الصور من الشعب،
اوف يا شعب الصور شو كنت نرتاح من هاي الصور، نصبح بسليماني ونمسي بمقتدى، اشياء ليس لها داعي ولا ضرورة، لا هي آية قرآنية ولا حديث نبوي، كافي يا شعب الخاطر الله. هناك تعليق من الدليمي يقول مدري نضحك مدري هم نضحك لأن بلد لا بيصداد ولا رداد عبارة عن مافيات. سعاد تقول مخلصين للصور والقبور، أو مخلصين للصورة والقبور أكثر من أرض الوطن. ولوير يقول يعني هو ما شاق الصورة واتهام تحت تهديد السلاح. خلونا نستقبل اتصال من السيد عبد الرزاق من باب المشاهدين. تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. نعم. عندما البلد ينقاد من قبل ميليشيات وغياب القانون تظهر هذه النفايات. يعني بلد لما يقوده شخص زعيم ميليشيا ويتهجم على الناس، دول العصابات أو الأشخاص اللي يهددون الناس ترى مو كيفهم، حتما إجاهم يعني توجيه بأنه أي واحد يتجاوز على الصورة المقدسة على الاسم المقدس كتلوه. يا أخي أدري هسا إحنا رجعنا لأيام الماضي ما خلصنا من صور صدام حسين، هسا رجعنا صور مقتدى وصور سليماني، مو كافي من خرب هيك صور بدون يعني بدون البلد. بس دقيقة البلد سيد عبد الرزاق السلب. سيد عبد الرزاق أرجو بس تحافظ على رباطة جأشك وهدوءك والألفاظ تحاسب عليها، اللي نحن بالنهاية أنا فاهم انفعالك، بس رجاء نعم بدون تجاوز لو سمحت. يعني احنا خنباوع لهاي البلدان المحيطة بالعراق. طيب راح أسألك حتى يعني يكون الموضوع أخذ وعطاء. أكو يعني عراقيين يقولون بأنه إلى أي حال أو إلى أي مستوى أو إلى أي درجة وصلنا أو وصل الحال بالمواطن العراقي أنه يستغيث بزعيم ميليشيا ولا يلجأ إلى القانون. المفروض القانون هو اللي يحمي وهو الوسيلة التي تدافع عن الإنسان وتحمي حقوقه وتحافظ على حياته. اليوم لا، اليوم تريد أنت تحافظ على حياتك وتحصل على حقوقك، ناشد زعيم الحزب الفلاني أو الميليشيا الفلانية لعل وعسى ينظر إليك فيعني يعطف عليك ويحميك. يعني إلى أي درجة وصلت بين أو وصل الحال بالعراقيين أنه اليوم يلجؤون للأشخاص ولا يلجؤون للقانون؟ هذا هو زمن الرعب والخوف وزمن الميليشيات، مو زمن القانون أستاذ محمد. القانون عندما يتنفذ ويطبق القانون كل مواطن ياخذ حقه واستحقاقه ويعيش بامان واستقرار، لكنه لما الميليشيات هي اللي تقود البلد والراي مالتها هو النافذ، ويعني يتحكمون بالناس ويرعبون الناس ويخوفون الناس. يا اخي هذا البلد يعني شلون منهار، يعني من البلد منحط يعني نحو الهاويه. يعني الى متى يبقى العراقي خايف برعب وهذا على مود شنو؟ على مود والله شخص الصورة مالته انشقت او الصورة مالته احترقت. يا اخي ما يصير يا اخي احنا طيب يعني وين رئيس الحكومة او رؤساء الحكومات السابقة اللي طلعوا وصدعوا رؤوس العراقيين بحصر السلاح بيد الدولة وايقاف الميليشيات وكل من يحمل السلاح خارج اطار القانون هو تهديد؟ انتوا ليش مدى تحفظون حياة العراقيين وتحافظون على امنهم من الصراع الدائر الآن ما بين العصائب والتيار، وتخلصون العراقيين من هاي الفوضى؟ عشيرة عندها سلاح، مواطن عنده سلاح، حزب عنده سلاح، وتالي يعني وين الوعود؟ إذا أنتم وقدها ليش تصرحون أصلا؟ صالح محمد هو رئيس الحكومة منين إجى؟ إجى من كوكب آخر، هو من رحم هاي الميليشيات من حزب الدعوة ما أعرف منه. فمو تقول جاي يعني شخص من كتلة مستقلة أو حتى لو كانت مستقلة يدعون الاستقلالية، لكنه هو حتى من تيم الحزب. فيا أخي بالنسبة للسلاح ما ينسحب،
لأنه أكو دولة جاي تغذي الإرهاب وجاي تغذي الصراعات داخل هذا البلد. فيمتى ما انغلقت الحدود بين وبين هذه الدولة وذيك الساعة تصير استقرار، لكنه هاي الدولة الجارة دولة الشر هي اللي جاي تغذي هاي الصراعات والنزاعات، ويعني يعني أمنيتها أن تخلي هذا البلد مدمر مو صالح أن يستقر العراق ويعيش العراق والمواطن العراقي يعيش بسلام. هي ناهبة خيراته ويعني مطيل هاي الزعامة للميليشيات، وهذه هي اللي تتحكم بمصير بلد. البلد قائد بميليشيات، ولا يصير استقرار بوجود الميليشيات يا أستاذ محمد. صحيح. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. أبو علي من الديوانية، سيد أبو علي، كيف يمكن لبلد أن يقاد وبكذا رأس، بكذا ربان، بكذا زعيم وقائد وما أدري منه؟ شلون لهذا البلد يمكن أن يسير وإحنا عندنا القانون يطبق على الضعيف والقانون للأقوى والبقاء للأقوى، وإنت عندك حزب أو عشيرة تحميك، أنت اللي راح تظل عايش بأمان واستقرار؟ لا أكثر ولا أقل. يعني هاي الصور حاطينها حرشة للمواطن. يعني داعش من صعد شخص عراقي وخل راية داعش وخلى علم العراقي شاله من فوق قط فوق. هسه حاطينهم صورة بالشارع على طاعة الصورة اعتفاء المنطقة كلها تنهجم. ما صار شو هو قال له بالفيديو، قال له انشقت الصورة اليوم، العراق احترق. ليش العراق يحترق على موت صورة؟ والله عم احترق، خلصنا على الانتخابات والحكومة طايحة جبناها. عملة صدام ثانية، عملة صدام ثانية دولة، الله وكله حباس كفيل. شلون انتم حكم على الصور؟ هاي المستشفيات اللي عندنا بس الكوادر بها حباس وجه راس ماكو. هاي المجال عندنا بالجنوب كنت تنوعون انتم حاطين زعماء على ارواحكم صيروا معده عزم زعماء على الشعب العراقي. على ارواحكم صيروا. يعني الزعيم او القائد او الشخص الذي يمثل مجموعه مو المفروض هو يكون قدوه؟ مو المفروض يكون هو صاحب الاخلاق الحسنه والصفات الحسنه حتى يكون قدوه لغيره؟ شو احنا اليوم ذولا اتباعهم يعتبروهم مقدسين وخطوط حمر وممنوع المساس حتى بصورهم، تمام؟ لأنه العراق ممكن يحترق إذا واحد ممكن يقرب من صورة فلان أو علان، وتالي المواطن إلى متى راح يظل عايش بحالة الرعب هاي وبهذه الحياة الفوضوية وبهاي الغابة اللي اسمها العراق اليوم؟ حبيبي اللي يريد يمثل واللي يريد يقدسه يمثل نفسه على حجمه مو على الشعب العراقي 40 مليون. نعم. احنا هسه ما معتدين على كل شيء، احنا هسه نريد نعيش. العراق محاصر مائيا، كنتم على الصورة، هاي العراق 40 مليون محاصر مائيا من دول إسلامية ثلاثة، إيران وسوريا وتركيا. وفشل الكلام والترس الذي ترس، كل الناس تطلع لك بأي شارع، الناس الجدي تريد تبدل كلات، هذا الفشل الكلام ورجال الانتقام الأسود. كان عندكم غيره وعندكم دين، هاي اللي شوفونا بعينكم ستون عنه، الله وكيلك. ناس انتم كلكم تبعيه للدول الاجنبيه، تردون تسلبون ما تبقى من العراق وتقتلون ما تبقى من الشعب العراقي. الله وكيل، احنا بالجنوب حفاي ولد حفاي، وسقم الله وجونا على الانتخابات وعلى الضحك ضحكناها وياهم. نعم. جزاك الله شكرا جزيلا سيد ابو علي من الديوانيه، اشكرك للمشاركه. ننتقل الى موضوع اخر مشاهدينا، لا يختلف كثيرا عن ما طرحناه قبل لحظات، يتعلق أيضا بالوضع الأمني وباختلال الأمن وانهيار المنظومة الأمنية في كثير من المناطق العراقية وفقدان السيطرة. طبعا شككت أوساط سياسية وأمنية بعملية حصر السلاح بيد الدولة وفق برنامج يعتمد شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين، بعد رصد وزارة الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي قرابة 16 مليار دينار عراقي، بواقع مليار دينار لكل محافظة من أجل شراء هذه الأسلحة. طبعا لا توجد إحصائيات رسمية لعدد الأسلحة غير المرخصة في العراق، ولكن التقديرات تشير إلى أرقام متفاوتة بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسطة وخفيفة في العراق، بما يعادل امتلاك نحو 25% من العراقيين لقطعة سلاح خفيفة أو متوسطة.
وهو معدل مرتفع جدا بالنسبة لعدد سكان العراق البالغ تقريبا 43 مليون نسمة. وتعد ظاهرة الرصاص العشوائي واحدة من إفرازات السلاح المنفلت الذي تعجز الحكومة عن ضبطه في العراق. في هذا السياق ناشد مواطن من بغداد السلطات لوضع حد للسلاح المنفلت بعد سقوط رصاصة طائشة بالقرب منه كادت أن تودي بحياته. دعونا نستمع إلى مناشدته. مناشدة للحكومة إلى رئيس الوزراء إلى وزير الدفاع حول ظاهرة إطلاق النار العشوائي. البارحة مصادف يوم الاثنين 26/2/2024 الساعة 3 العصر سمعت إطلاقات نارية، بعد لحظات سقطت إطلاقة قرب رأسي، يعني 3 أمتار عن رأسي، والله الحافظ، ولا كان هسه احنا عداد الأموات ومن جهة مجهولة. هذه الظاهرة السلبية المفروض دولة رئيس الوزراء تصدر قرار حاسم بمثل هذه الحالات، وبكل سهولة يجي المسؤول على مكان الحادث سواء كان عزاء أو فرح، خاصة بالأعراس، أجي أخذ العريس وأخلي عبرة وأظهره بالإعلام وأخلي عبرة لمن اعتبر. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. بعدما كان إطلاق الرصاص في المناسبات العراقية محصورا في القرى، تمدد ليصل إلى المدن ولا سيما العاصمة العراقية بغداد، وبدأ يخلف أعدادا أكبر من الضحايا وبدأ ينشر خوفا أعظم بين الناس. ولا تدعو طبعا رشقات الأسلحة النارية التي قد تدوي في السماء أي من مدن العراق إلى الفزع، لأنها لا تعني بالضرورة خرقا أمنيا أو اشتباكا مسلحا، كونه يشير ربما إلى أفراح أو أحزان. لكن الرصاص المنهمر كالمطر بعد هذه الإطلاقات يهدد أرواح العراقيين، كما حصل مع مواطن كان يتفقد مولدة منزله الكهربائية في السطح في سطح المنزل قبل أن تسقط رصاصة بجواره كادت أن تنهي حياته، ليوجه على أثر ذلك رسالة إلى وزير الداخلية. دعونا نستمع. الداخلية والوزير الداخلية على مود الرمي العشوائي هذا، يعني شلون ما له حل؟ والله العظيم هسه جاي يشتغل بالمولدة وهاي انضربت بالتانك ووقعت، يعني الله قدر ولطف، لو بس مغير مكاني، يعني هاي لو واقعة بالشارع مثلا ما طيح لها براس شاب، براس بنية، براس شايب، براس طفل، هاي وهاي ذاك اليوم قلت صدفة، والله هم بعدها هاي هم وحدة مايعة هاي، وهاي اليوم الثانية العفو، هاي جاي يشتغل بالمولدة ووقعت. نتابع التعليقات مشاهدينا على هذا الموضوع. سيد جابر يقول: من أمن العقاب أساء الأدب، قانون ضعيف بسبب المجاملات والعلاقات والمحسوبية. تعليق من أستاذ حسين يقول: فرض القانون يحد من تكرار مثل هذه الحالات الدخيلة على المجتمع. ضمن التعليقات علي حسين يقول: شد لك ببيتك القبة الحديدية وخلص نفسك وجهالك من الطايحات. بطريقة تهكمية يتحدث علي. فهد يقول: اي والله السقفهم تشينكو لو سندويتش خطية الله يحميهم، وذلك أيضا لسهولة اختراق الرصاصات لهذه الجدران. خلونا ننتقل إلى الموضوع الثاني مشاهدينا، الفقرة الثانية، فقرة انفوغرافيك. طبعا امتدت مطامع الأحزاب والميليشيات المتنفذة إلى مجرى نهر دجلة في بغداد بعد أن تسببت عمليات طمر مجرى النهر في الدورة، منطقة الدورة وتحديدا البعيثة في الدورة، والبناء على الأراضي الجديدة، يسبب مصدر قلق وخوف بالنسبة للعراقيين وتأثيرات بيئية محتملة.
قالت مصادر محلية أن المتجاوزين تسببوا بتراكم الأنقاض على ضفاف الأنهار والتجاوز على حصص المواطنين المائية، بالإضافة إلى تشويه منظر المناطق بدلا من أن تكون جميلة ومكانا مريحا ومكانا للاستجمام بالنسبة للعراقيين، كما هو معمول به في كورنيش أبو نواس والعظمية والكاظمية. المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الآتي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. رئيس الوزراء يدري ما يدري ما أعرف، أبا هذا الشط منا من جهة البعثة سحقة ونص الجماعة، جماعة الحشي هاي كلها قسموها لهم. لم يكتف المتنفذون من أحزاب السلطة وميليشياتها بتجريف الأراضي الزراعية ومحو المساحات الخضراء في العاصمة بغداد، بل نالت من شريان العاصمة وأسطورة بلاد الرافدين التي ارتبط اسمها فيه بعد أن ضاقت ضفاف نهر دجلة نتيجة طمرها لبناء مشاريع سكنية بأموال الفساد تحت بند عمليات غسل الأموال. غياب تام لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني من عمليات طمر مجرى النهر المستمرة في الدورة وتحديدا منطقة البعثة التي أضحت مطمعا للأحزاب وميليشيات الحشد الشعبي المتنفذة بسبب طبيعة أراضيها الخضراء الواسعة وموقعها المطل على نهر دجلة. شوف منه أنا شقد هاي قبالك ماكو ما مخلين بيها 100 متر. مصادر محلية أكدت أن المتجاوزين تسببوا بتراكم الأنقاض على ضفاف النهر والتجاوز على حصة المواطنين نتيجة البناء على الأراضي الجديدة، ما تسبب في تلف المناطق الرخوة على ضفاف دجلة وتشويه منظرها بدلا من أن تكون مكانا لراحة واستجمام المواطن كمثيلاتها في كورنيش أبو نؤاس والأعظمية والكاظمية. توجيهات حكومية بمنع التجاوز ورفع الأنقاض لا تلقى أذنا مصغية، فالكلمة الفصل للميليشيات، ولا تستطيع حكومة السودان تحريك عنصر واحد ضد نشاطاتها وسط تساؤلات عن دور الحكومة في إيقاف هؤلاء المتنفذين ودورهم التخريبي في تشويه بغداد وشريانها الحيوي المتمثل بنهر دجلة. شوف الشط مع البعثة دفن، كل الدفن مدينة كاملة بنص الشط، بيوت انبنت دفنوا وبنوا بيوت. ناشطون طالبوا الجهات المختصة بتنفيذ حملة لإزالة التجاوزات عن مجرى النهر ورفع الأنقاض التي طمر بها ومحاسبة من يقف وراء هذا المخطط الذي يهدف إلى الاستحواذ على الأراضي وبيعها بالتواطؤ مع ميليشيات متنفذة في بغداد. ننتقل مشاهدينا إلى فقرة الهاشتاج. جدد الخريجون القدامى مطالبهم المتمثلة بالتعيين وإنهاء حالة التهميش والظلم الذي يتعرضون لها منذ سنوات. واسم اليوم هو الخريج القديم أحق بالتعيين. في منصة إكس جئناكم ببعض التعليقات. رؤى تقول: أول خطوة في الإصلاح تكون في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال تعيين كل خريج حسب اختصاصه ليتيح ذلك له خدمة بلده والمجتمع على أفضل وجه، وهو ما سيكون من شأنه بناء دولة مستقرة متكاملة الأركان تنعم بالازدهار والسلام الداخلي والخارجي. تعليق من ماجد يقول أو مجيد: لكي تنهض الدولة وتزدهر يجب عليها أولا استقطاب الكفاءات والطاقات من الخريجين. زهراء تقول: مطالبنا دستورية وحقوقنا مشروعة، فلماذا المماطلة ولماذا التسويف؟ وضمن التعليقات آلاء تقول: نطالب أصحاب القرار بإنصاف الخريجين القدامى من خلال وضع آلية لتعيينهم حسب أقدمية التخرج من الأكبر عمرا والأقدم تخرجا واستثنائهم من نقاط المفاضلة. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.